ثلاثة أسابيع تمر على تنصيب علاش بخوش على رأس الجوية الجزائرية، فترة كانت كافية لشروعه في تطبيق خارطة طريق بما يمكن من إبعاد الجوية الجزائرية من دائرة الخط الأحمر، بدأها بتنحية أربع مدراء على أن تتواصل التغييرات. التغييرات هذو سنسكريف دون ان كادر نورمال دو لانتربريز. جو بونس كو سي دون لي بريروغاتيف تاع المسؤول الاول تاع الشركة دو شيرشي ا فير فونكسيوني لا كومباني دون لي meilleures conditions possibles. Je ne pense pas yani, un changement d'un responsable va déstructurer ou l'amener à quelque chose qui n'est pas yani, dans la logique des choses. Même les gens qui ont été retirés de leur poste, ça reste des employés des Algériens. النقابة المستقلة للطيارين من جهتها أكدت أنها تتابع المستجدات في الشركة ولن ترضى بتغييرات من أجل العودة إلى نقطة الصفر أو تغيير الأفراد دون نتائج. تغيير عمره ولو كان سهل التغيير، كي نحبوا نغيروا حاجة دائما فيها مشاكل اللي تجي من بعد، ولكن باش نقولوا يكون فيه إضرابات ولا ما نظنش، لأنه دوك حنا كعمال تاع الشركة الجزائرية حنا اللي يهمنا هو الشركة تاعنا. إذا كان فيه دي بارتي اللي ما عجبهمش التغيير ولا يحبوا يجيو كونتر هذا المدير العام، يتسمى راح يكونوا كونتر الشركة تاعهم. حنا هادو ما نساندوهمش، حنا عندنا التغيير لازم يجي بشيء إيجابي. حنا ولو نشوفوا من على بضع أشهر إذا كان التغيير هذا تغيير غير باش نقولوا غيرنا، حنا راح نهضروا نقولوا لا، حنا حبينا التغيير يكون تغيير جذري باش يجيب حاجة إيجابية وحاجة جديدة للشركة. الجوية الجزائرية من بين أكبر الشركات العمومية التي تعاني عدم الاستقرار، فهل سيتمكن علاش من تحقيق ما عجز عنه سابقوه أم أن دار لقمان باقية على حالها؟